لو عندك خدادية هبطانة زي ما احنا شايفين كده حبايبي وعايزة تعيدي تنجيدها تاني، فتابعي معايا الفيديو. ودي كده الخدادية اللي هي الهبطانة، انا عندي كذا واحدة فعملت واحدة معاكم في قلب الفيديو. ويلا بينا نشوف ايه، شايفين الفرق؟ دي كده بعد ما عملتها، يبقى احنا كده شايفين شكلها الاول كان عامل ازاي، وبعد ما عدت تنجدها بقت جميلة جدا. فتابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا الطريقة خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في كل بيت وفي كل مكان أينما كنتم، يا رب يدوم بينا التواصل يا رب، ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. معاكم حنان الوراقي، أم ندى وفتحي، قناة متنوعة. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده اهوت. دي كده خدادية عندي زي ما احنا شايفين، يعني هي دي كده ايه، قطن وهبطانة اهيت. فأنا النهاردة هنعيد التنجيد بتاعها تاني، وهنغير برضو ايه القماشة اللي بره ديت، هغيرها وهنشوف مع بعض ازاي بقى اللي احنا هنحول الخدادية ديت لخدادية تانية خالص، وتنفع كمان اللي هي تتحط ايه على انتريه. هي دي اساسا كانت بتاعت انتريه، وبعد كده هو استخدمناها في اللي انا احطها على قاعدة الكرسي، يعني يتقعد عليها. فانا النهاردة ايه هحولها تاني وارجعها الخدادية تتحط على الانتريه، بس هغير ايه القماشة بتاعتها والتنجيد بتاعها كمان ايه، هنضفه كده ايه، هننفضه كده ايه معاكم. فهنشوف ايه مع بعض. هنبدأ اول حاجة هنحتاج لإبرة وخيط ومقص، وهنحتاج برضو لفرشة شعر. فرشة الشعر ديت عشان ايه هتشوفوا معايا انا هستخدمها في ايه. دلوقتي هنبدأ ان انا افك الايه اللي هي القماشة اللي بره ديت. كده بس انا بقى بحاول ان انا افك حتة كده صغيرة منها، وبعد كده ايه افتحها. زي ما احنا شايفين كده اهوت، هي لها تلبيسة ثانية اللي هو البفتة اهيت. هبدأ برضو ان انا ايه افكها، وهقول لكم برضو ايه مقاس القماشة. طبعا الخدادية ديت انا مشمساها في الشمس قبل ما افكها كمان، ما مشمساها ايه كذا يوم كده اهوت، احطها في الشمس. هشيل الإبرة والخيط دول على جنب. ده دلوقتي هبدأ اللي أنا أطلع القطن منها. زي ما احنا شايفين اهيت، شايفين منظر القطن عامل ازاي؟ طبعا القطن دهوت هنوريكم ازاي اللي احنا ننفض القطن بطريقه سهله وبسيطه، وكمان اللي هو يطلع معايا ايه منفوش كده وحلو. دلوقتي انا عايزه اقول لكم برده مقاس القماشه ديت معايا قد ايه. دي مش انا اللي كنت عاملاها، كان الراجل هو اللي عاملها.
ديت 75. نعم يبقى كده الطول بتاعها 75. نعم شوف العرض بتاعها قد ايه. تسعة وتلاتين. نعم خمسة يبقى كده اهوت قلت لكم العرض والطول. لا دي كده بالنسبة للقماشة اللي هي الايه البافتة اهيت دي. طبعا انا ايه هغسلها كويس جدا عشان ايه اعيد بعد ما انفض القطن اعبي فيها ايه في الاخير. ماشي كده هنخليها على جنب كده عشان اغسلها. ومقاس التلبيسه اللي بره برضو هي بتبقى نفس مقاس الايه اللي هي القماشه اللي جوه اللي انا قستها ايه دلوقتي. يبقى كده اهوت احنا ايه وريتكم كده المقاسات. دلوقتي بقى ايه هبدا ان انا اوريكم ازاي اللي احنا ننفض القفل ده. هبدا ان انا اشد كده منه ايه حته وباستخدام الفرشه بقى كده اهوت اهيت هبدا بقى ايه اللي انا اعمل الخطوه ديت. طبعا الفرشه بتخلي القطن كده ايه ينفش ايه من بعضه تاني وتديني نتيجه اللي هي الايه اكنه متنفض في المكان. شايفين وبسرعه كده اهوت بيتفك معايا بكل سهوله. انا هوريكم ايه حته صغيره وبعد كده هكمل انا بقيت القطن كده اهوت اعمله بنفس الطريقه. شايفين شايفين المنظر اهو كده. يبقى انا كده عملت اهوت بكل سهوله اهوت زي ما احنا شايفين اهو. وبعمل برضو ايه كده اهوت استخدموا الفرشه بتاعت الشعر ديت هتدي لكم نتيجه مبهره جدا. بعد ما تعملوه كده بالفرشة برضو ايه اعملوه بايديكوا برضو اهو كده كده اكنك بتشد يعني ايه حاجة كده اهوت هتلاقيه بقى معاكي مية مية. دلوقتي بقى انا هعمل كده بنفس الطريقة وهنرجع تاني نكون انا بقى عملت القطن كله كده ايه نفضته كده ايه بنفس الطريقة. دلوقتي حبايبي انا كده خلصت القطن كده كله ونفضته كده ايه نفضته زي ما بالطريقه اللي انا وريتها لكم ايه بالظبط. شايفين كميه الخدوديه نفشت معايا ازاي وبالطريقه ديت بالفرشه بتخلي القطن كمان اللي هو ينفش معاكي اكنه متنفض في المكنه بالظبط زي ما شفنا كده اهوت. دي كده كميه القطن اهيت معايا وهنشوف مع بعض بقى ازاي اللي احنا ايه هنعمل الخدوديه زي ما شفنا. هنا بقى انا ايه عملت قماشة تانية خيطتها اللي هي دي كده اهوت قماشة قطيفة زي ما احنا شايفين نفس المقاس اللي انا كنت قايله لكم ايه عليه. وهنحط دي كده القماشة اللي هي التلبيسة اللي كانت جوه بعد ما غسلتها كويس بقت معايا بنفس الشكل ايه كده. طبعا هي البافتة معروف اللي هو بيكش بعد الايه بعد الغسيل. لا فانا اللي انا اعبيها بقى دلوقتي زي ما احنا شايفين
تقدروا تعملوا بنفس الطريقة ديت. لو مخدة كبيرة ممكن برضو تعملوها بنفس الطريقة. وهي ممكن برضو تاخد معاكي وقت في لما تيجي تنفضيها كده اهوت، ممكن برضو تخلي عيالك يساعدوكي فهتخلصيها بسرعة. اي حد كده معاكي يساعدك فهتخلص ايه على طول، هتنفضوا القطن ايه بسرعة. او تسلي فيها كل يوم ايه شوية كده اهوت. دلوقتي بقى انا بحاول ان انا اوزع القطن كده اهوت في الزوايا اللي هي في اللي هنا دي. كده انا خلصتها كده ايه خلاص زي ما شفنا. دلوقتي هبدأ بقى ايه اللي انا اقفل الاطراف. كده معايا الابرة والخيط وعاملاها، يعني انا لضمها والفتلة معايا ايه فردة واحدة بس، يعني مش مجوزة اللي هو الخيط التمبليه. هبدأ بقى ايه دلوقتي، يعني هبدأ اللي انا اقفلها. اللي هي الغرزة الايه السحرية. طبعا بتلاقوا اي منجد بيعمل الغرزة ديت وهو بيقفل المخدات. شايفين كده حبايبي؟ دلوقتي انا هنكمل الحتة الفاضلة دي كده بنفس الطريقة ونرجع تاني. دلوقتي حبايبي انا كده خلصت الخدودية، قفلت الجنب بتاعها، شايفين بقت جميلة ازاي يعني. دلوقتي بقى ايه هبدأ اللي انا يعني البس لها التلبيسة بقى ديت وابدأ اللي انا ايه اخيطها. التلبيسة ديت انا عاملاها مقاس 87، في يعني في 51 كده، 51 اي سنتي. وبدأت اللي انا ايه قفلتها. انا عاملاها طبعا هي اكبر من التلبيسه اللي هي اللي جوه اللي انا ملبسه فيها القطن. هبدأ بقى انا ادخل الزياده. هقفلها برضو هقفلها بنفس الطريقة اللي انا قفلت بيها التلبيسة.
بنفس الغرزة. ايه بالظبط؟ ببدأ ان انا اشد، شايفين الطرف ده اللي انا قفلته، هبدأ ان انا اكمل كده برضو بنفس الطريقة كده اهوت، ونرجع ايه تاني. كده حبايبي فاضل، انا كده خلصت كده اهوت زي ما احنا شايفين الجنب اهوت، وفاضل برضو ايه حتة صغيرة حبيت برضو ان انا ايه يعني اعملها برضو ايه معاكم قدام منكم، عشان ايه اللي ما خدش باله. بشد الفتلة بقى كده اهوت، تتقفل معايا بكل سهولة. دلوقتي حبايبي انا كده خلصت الخدودية كده خلاص زي ما احنا شايفين، شايفين بقى شكلها جميل ازاي يعني. يعني عملتها معاكم يعني هي ما خدتش مني حاجة غير بس التنفيض بس اللي انا نفضته، وهو يعني خلص معايا بسرعة كمان يعني اهوت. يبقى كده بص انا دي كده خدودية اهيت، دي كانت اختها برضو لان انا عندي منها كذا واحدة، دي اللي انا عملتها معاكم. ما شايفين طبعا الحجم بقى، الحجم عامل ازاي يعني زي ما شفنا. طبعا لما تنفضي كده المخدات بتاعتك او اي حاجة فيها قطن كده هو خدادية مخدة ولا حاجة هبطانة، فاعمليها بالطريقة دي هترجعها تاني زي ما احنا شايفين هي النتيجة قدام منكم. ما وطريقتها يعني هي سهلة وبسيطة. اتمنى للفيديو النهارده يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتم منه، ولو اول مره تتابعوا القناه فضلا وليس امرا حبايبي يا ريت كده تدعموني كده بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. ويا ريت كده تدعموني كده حبايبي باللايك والشير، عشان اللايك بيفرق معانا كتير، بيرفع الفيديو بيوصل الفيديو لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوه، وده هو بيبقى تشجيع ليا على مجهودي يعني اللي انا يعني قدمته لكم في قلب الفيديو. كان معاكم حنان الوراكي ام ندى وفتحي يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.